ضيفتنا شيف وسيم ونعرف هياكلنا ايه النهارده. اهلا بيك يا شيف وسيم. اهلا فيكم. اخبارك ايه؟ مرحبا. اهلا فيكم. شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. بدايه اسبوع ان شاء الله مميزه. بايه بقى معانا المنيو؟ ايه عندنا؟ اللي هو المسقعه اليونانيه. عندنا برضو اللي هو بالنسبة للحلويات الشوراك اللي بالطحينة. وعندنا نوع من المقبلات الأوزبكية بتجي كأنه كأنك تعملي الفاصوليا بالزيت. أوزبكستان يعني. إحنا رايحين النهاردة أوزبكستان. حلو قوي. هنبدأ إحنا نبدأ بالمسقعة اليونانية. يلا بينا. إحنا طبعا نقول مقاديرها وتنزل معانا على الشاشة. طبعا هي فيها اللي هو البيتنجان اللي هو إحنا من أول شيء بنعمل طبقة بطاطا. تمام. طبقه بطاطا يعني ايه؟ بطاطس. بطاطس اللي هو طبعا البطاطس اللي هو دي نعمله يعني شرايح يعني قد ما بنحب كده بنحب كده مش بتفرق يعني. المهم انه تكون هي الطبقه السفليه بتاعتها. تمام. انت بتفرش الصينيه الاول بالبطاطس. بس البطاطس دي نحنا من اول بنقليها شويه. يعني يفضل عشان اذا كنا مش عايزين نطول كتير بال بتدي له بطاطس كده. المسقعه السوري المسقعة السورية؟ لا. ما أنا والله مش بالمطبخ السوري. أنا تركي. لا أنا مش مطبخ سوري داخل بصراحة يعني. لا هو شيف وسيم خلاص تركي يعني. تركي في كل حاجة يعني. نحن الأهم هو أنه يكون المطبخ هو زي ما هو، ما الواحد يحرف فيه زيادة. إحنا كده منقلي الشرايح دي اللي هي نعملها رفيعة قوي. كده منعملها تقريبا يعني قد ما بنقدر أنه نكون مرفعينها شوية. بحيث أنه لما نقليها طبعا إحنا يعني. قبل ما أصلا قبل ما نقليها حنعمل حاجة اللي هو حنحط لها ملح. الملح بتنزل ميتها. بتشرب زيت كتير وبتعطيها طعمه طيبه كتير يعني. اصلا هي اللي هي البتنجان اذا ما نحط له ملح ما بيطلع طعمه. انا صراحه على قد ما بحب طعمه وهو مقلي على قد ما بشيل هم قليته. عشان شرب الزيت وطرطشته جامد. بيشرب زيت جدا كبيره جدا. طبعا احنا هنقلي دول طبعا مش دلوقتي هنبدا فيهم، هنخليهم اخر حاجه. بدنا نحضر. طيب خلينا نقول كل المكونات الاول وتنزل قدامنا على الشاشه وبعدين نرجع نكمل معاك بقيه الخطوات. طبعا في عندنا اللي هو البصل والثوم. منقلي البصل ومنقلي الثوم. انت عامل بصله قد بصله مثلا كده حلوه؟ البصل يعني منقطعه صغير يعني. وفي فلفل انا شايفه ومعجون طماطم. لا هو مش كله بتاع يعني بتاع المسقعه. منقلي البصل ومنقلي الثوم معه، بنحط شويه ثوم كده، ممكن نحطه معه ممكن نحطه لوحده بعدين. تمام. بنقلبهم شويه، تديهم تقليبة كده مع بعض. تقليبة شوية كده. بعدين بعد ما نقليهم حنقلي شوية اللي هو صلصة الطماطم. صلصة الطماطم ومع نحط جايب طماطم تانية أنت مقشرها. مقشرة ومقطعها. وحنحط البندورة. بالنسبة للتانية، التانية برضو حنقلي برضو التانية اللي هي إيه بقى؟ الأوزبكية. السلطة. أو طبق المقبلات. الطبق التاني. طب لو كده مقاديره تنزل معانا على الشاشة وقولها معانا يا شيف وسيم. أيوه. في عنا نحن بالنسبة للأوزبك في عنا اللي هو البصل والثوم نفس الشيء، بس هنا مش بنحط صلصة بندورة، بنحط بس بندورة. وممكن لا البندورة العادية مش دبس حتى. ده للسلطة. الحقيقة ان دول أوزبكستان كل التان ده احنا ما نعرفش عنه كتير. مطبخهم برضو بالنسبة لنا مش معروف في حاجات كتير. أوزبك بيركزوا على أكل الحصان، عندهم الحصان أساسي يعني. بياكلوا لحم الحصان؟ بياكلوا لحم الحصان عشان يتدفوا بالشتاء، عندهم الشتاء شوية بارد فاللحم الحصان بيعطيهم طاقة. عندهم حاجات غريبة شوية بس يعني أكلهم طيب كتير. عارفة إيه لحم الحصان؟ إيه؟ كلتوش قبل كده؟ قريب من الحمار ولا مختلف؟ لا يا شيخ اكيد اكيد قريب. اكيد مختلف. انا بهزر يعني. اكيد قريب حتى مش والله معقول. اكيد قريب. مش مشكله يعني، هو نفسه ما هو ولاد خال ولاد عم. احنا ساعات بنكتشف كده فين ده المحل الفلاني ده كان بيعمل الحواوشي اللي احنا طالع منه اللي انتوا بتاكلوه معمول بلحم الحمير. لا وناكل الله ده تحفه تحفه. لا وايه ماما تقول يا ولاد بطلوا رمرمه شويه، عجبنا وطعمه جميل. حلو يا ماما. وفي الاخر بقى ايه؟ لا بنخبي عليهم الاخبار دي. فاكره كنت بجيب امك هنا تاكل معايا بكرمه وفجاه لا الحوار طالع. يا نهار ابيض. انا دلوقتي بهالاثناء هي عبين ما شويه ياخذ
اللي عنا البصل والثوم وكل حاجة. هفتح عجينة اللي هو الشوريك. احنا كده بدأنا في كل الأصناف مع بعض. بس هنبدأ بس طبعا مش هنخلص بسرعة. عجينة الشوريك دي الله يمسيها بالخير ماما، كنت لسه بقول لك تحت الهوا بتعملها كتير، كانت مش عارفة دلوقتي بتعملها كتير ولا لأ. اللي متعود على حاجة هتلاقيه بيعملها على طول يعني. بس أنا فاكرة أنها كانت صعبة مش سهلة. طبعا هي فيها شغل بس ده يعني خبرة. احنا طبعا الأول أنت هتبدأ في تفرد العجينة من غير ما تقول لنا العجينة أصلا. هقول لك العجينة. طب يلا بقى بتاعت العجينة وصلت للمرحلة دي إزاي؟ هي فيها طبعا اللي هو طبعا اللي هو المحلب الدقيق. المحلب ده اللي هو الإيه؟ ده بتاع الكحك. محلب الكحك. بتاع الكحك يا تسنيم ده انا مش ما بسمعش ما سمعتوش الا في مصر. احنا بنعمل الكحك المحلب يا اخوانا، المحلب يا اولاد كده بنجيبه من فوق تحت، بنحط لها مارجرين، بنحط لها طبعا انا حاطط العيارات بعتكم العيارات بتاعتها شريك. بنحط لها بيض برضو. طيب ننزل برضو مقادير الشريك والمشاهدين هم وشطارتهم بقى يركزوا معانا، الحقونا بقى من الوصفه الاولى على الثانيه على الثالثه. احنا دخلنا بكله احنا عشان يعني بس نبدا عشان لما يكون المرحله الثانيه تكون واضحه. ايه ده في طحينه؟ لا في مصر ماما اللي كانت بتعمله ما كانش في طحينه. هي لازم يكون فيها طحينه بقى. دي تشوريك دي بقى مش كنت بتشوفيها؟ لا انا فاكره انه كان بالسكر لكن ما فيهوش طحينه. هي تشوريك بتجي طحينه ان شاء الله ماما تكون فاتحه وسمعاني دلوقتي وتكتب لي على الخاص في طحينه ولا لا. لو في طحينه تقول لك ده تسنيم في طحينه. ايوه عادي اصلا ما عملتوش، ماما اللي كانت بتعمله انا ما عملتوش. كنت بتفرج باكل كنت باكل بس. طبعا المحلب بيعطيها نكهه لذيذه جدا يعني وريحه غير. المحلب اصلا مش بيبقى طعمه حلو. هي يعني ولا ريحته حلو كده تقريبا. هي لازم تكون رقيقه شويه يعني عشان لانه حتصير هي حتصير شكل بيشبه شويه اللي هو اللي احنا. بس على فكره ده غير اللي انا اعرفه. اكيد هو اكيد لا ده غير خالص الاسم هو بس لان الاسم. احنا كنا بنعمله مدور كده لفات في بعض شبه القرص شويه. الشريك معروف يعني ده هتلاقيه كلتي بيبقى لا واخد كام شرطايه كده. لا مش واخد كام شرطايه بيبقى بصي يا ندى حلزون كده حلزون لفف في بعضه. تخيلي ده كان بيبقى موجود في الفرن كتير. ايوه هو ده الشريك. لا يبقى ده كده ده تركي بقى حاجه ثانيه. هذا هنحط له بقى اللي هو الطحينه بنحطها بالنص مثلا. انا ملاحظه ان انت بتعز الطحينه وبتعمل بيها وصفات كثيره بصراحه لانه حاجه صحيه جدا كميه الكالسيوم اللي فيها تحفه. ما هي كوبايه يعني السمسم صافي كمان. السمسم صحيه جدا للمرضعات اللي عايزين يدروا لبن. واللي مش بيشربوا لبن على فكره دايما الدكتور يقول معلقه سمسم يوميا بتعادل كوبايه اللبن. تعادل كوبايه اللبن. ساكته ما اتكلمتش. ايه اللي اتكلمت؟ لا اصل على راسي واضحه لما اتكلم فحاسه ان انا على راسي واضحه. بس ضحكتي على طول. انا حطيت صلصه البندوره دلوقتي عشان اعمل اللي هو المكونات بتاعت ال. هنا اسال مجرب. اسال مجرب ولا تسال طبيب؟ في حاجه اقول لك عليها بالنسبه لموضوع الطحينه. طبعا كده بنرش السكر. ترش السكر في النص كده سنبون بطريقه اخرى. لا ده ممكن تخلطيهم تماما. ممكن تخلطيهم مش مشكله. هو البصلايه دي ممكن اقلب عليها كده اللي تتحرق كده عشان ما تديه. انا هحط على طول البندوره خلاص كده. دي اللي متقشر دول طماطميتين. دول اثنين طماطم. دول تقريبا تقريبا دلوقتي كده. بس عشان اوزع السكر ممكن اعمل الحركه دي عشان اوزع السكر اوزع الطحينه يعني. الطحينه هي طحينه. هلا في شركات مش بتحط طحينه على فكره، مش بتحط من السمسم يعني. تعملها من الفول السوداني فبتضيع الواحد. الغش كتير في موضوع حتى الطعم نفسه سبحان الله. السمسم والفول السوداني بيشبهوا بعض فبيضيعوا يعني. عشان كده لانه عشان اوفر من السمسم بتلاقي الفول السوداني اوفر. اوفر اذا كان بالنسبه يعني لتركيا بلاد وبلاد. في مصر لا لانه استيراد السمسم ارخص من الفول السوداني. لان السوداني لا ده السوداني دلوقتي دخل في مكسرات وبقى حاجه اساسيه معاها بيبقى اغلى طبعا. مش بنفس اسعارهم. مش بنفس الاسعار. اقل يعني يعتبر اقل حاجه في المكسرات. ايوه لكن احنا الطحينه في مصر رخيصه. لكن لو رحت جبت زبده فول السوداني في مصر غاليه جدا. انا هحط فوق الفلفل الاخضر بالنسبه لبتاعت طبعا الفلفل الاخضر ده مقطعه انا ومفرغه. والله هو يمكن يكون طلع حراق انا مش منتبه يعني لانه هو مش بيبين على طول. دلوقتي كده تمام. هنعمل الرول كده بنلفه تمام بنلفه بنحاول انه
طبعا هو بالاخر احنا اللي حنظبط الوضع مش هي بس الطماطم هنا متهيألي خدت التحميره اللي حضرتك محتاجها. انا لازم ازود اخفف شوي الحراره بتاعتهم. هذا هيضاف ليها ميه او مرقه او حاجه؟ لا لا هو هذا الصوص بتاعت بتاع هذا ممكن نضيف عليه شويه بشاميل بس مش ضروري كده كمان يعني كده حنلفها. مش بقول لك سينابون زي السينابون بس مختلف شويه كده لفينا شويه. اخر حاجه حنقفل السكينه. اخر حاجه حنقفل لا مش هقطعه. اخر حاجه حنقفل لفوا بقى لفوا حوالين بعضه صح؟ حلفوا بس اقول لك كيف هنا كده حسكر عشان ما يطلع من الجنب الطحينه قد ما بنقدر طبعا ومن اطرافه بنسكره كده بنقفله تمام. هلا شكله كده مش جاهز رومانسي. طبعا احنا حنبدا بقى نسويه يعني نسوي. طبعا انا عملته صغير عشان لانه ما في مساحه هنا كبيره شويه تمام. فانا ببدا بقى اوزع ايدي. ايدي عايزه لها شويه تدريب بصراحه الموضوع ده لانه انت عايزه كله يبقى بنفس السمك يعني وبده يكون سمكه كتير نفس الطريقه بتاعت القراقيش لما نيجي نقشيها عجوه وبنروح عاملينها كده وفردينها وبنروح مقطعينها بقى لازم يكون كتير رقيق بس انا عشان بعدي تمام. تفضل تعمل كده لحد ما تتساوى كلها. لازم تتساوى وتكون رقيقه يعني طبعا دي عايزه لها شويه بال طويل مش زياده طبعا اللي بيكون حاسس انه زياده عرفتها يا ندى دي اللي بنشتريها فاكره جبناها كذا مره ايوه تبقى ملفوفه كده ايوه كده تحلي ايه تحلي تشوريك تشوريك ايوه احنا اشترينا. انا كنت معاكم كنت معانا بس ما اكلتيهاش كنت لسه اسالك انا اكلتها لا ما اكلتيهاش برضه دي مش حضرتك قلتي لي هي صعبه وهي صعبه مش برضه يعني عايزه لها واحد متدرب عليها شويه عشان بس طبعا بقى في حاجه بالمطلق صعبه يعني كل الحاجه عايزه لها اللي عايز يعمل حاجه بيعملها تدريب تدريب. شوفي دلوقتي بداوا يصيروا تقريبا على نفس السوي. دي عايزه لها تدريب عشان الموضوع ده زي السميت عجينه السميت احنا بندرب ايدنا عليها عشان تيجي كلها نفس السويه وبنفس الوقت انا عايزها شوفي بدها بال طويل تمام وعايزها انها تكون برضو رقيقة. الطماطم يا شيف انا وتسنيم قاعدين عمالين يعني قلبنا هناك قلبنا مع الطماطم لان الحاجه لما بتتلسع مننا في البيت بنزعل قوي. تعملي غيرها او تاكليها كده وانت حاسه انها ايه معلش يا ولاد عاملين نفسكم مش واخدين بالكم. لا او لو ماما هي دي مالش ابدا ابدا يا قلب ماما انتوا بقكم لسه انا خففت الحراره مش مشكله حلوه دي تمام. شوفي قد ما بقدر يعني قد ما بقدر بقى بحاول انه اجيب الطحينه بدات تبان اهي بس انه طبعا هو على الحراره برضه حتصير تنشف شويه. هنا شويه طحين بقى احيانا بحطه عشان ما تكون كتير. هنعمل ايه تاني بعد ده بعد ال اذا فصلت معنا مش مشكله على فكره احنا بنقدر نظبطها. وبعد كده بعد ما نخلص يعني احنا هذه حتخلص شويه ايوه شويه حتخلص بس احنا المساحه هنا شويه صغيره. لما تكون كتير ناشفه ممكن نحط ايدي ميه شويه هحط لها شويه ميه بيمشي الحال تمام. هتلفها بقى احنا حنلفها بنلفها كده مثلا شايفه كيف بنلفها كده بنلفها شويه شويه تمام بنلفها كده هنلفها لفه كامله يعني ايوه. ده منظر الشروك اللي انا اعرفه بس مش بالطحينه احنا حنلفها بس نضغط عليها ضغطه كده اروح اسال كده كده انت بطلتها بعد ما انت بقالك ساعه عمال بتعمل فيها طبعا كده هي بالنهايه كده بس طبعا بتحطي لها تحت الجزء الاخير بتاعها يعني بقالك ساعه يا شيف وسيم عمال بتعمل تبرم فيها علشان تبقى ما تاخد البتاع وبعدين بطتها ندى بطتها اقول لك يا مرك يا موجع ايه شيف وسيم ده انا قلت بقى ايه هتبقى كده ملفوفه كده وبتاع هوبا راح بطتها لا هي لما كنا نبططها من الاول حلاوه الطحينيه صح نبططها من الاول ودلوقتي مثلا بتاعت اللحمه هنزل اللحمه هنا عشان اللي هو اللي قلنا عليه المسقعة دي الطبقة اللي حكينا فيها انت تنزل بقى اللحمة المفرومة فيها ايوه. وبالنسبة لل الأوزبك اللي قلت لك عليه لسه انا عم بستناها تخلص شوية تاخد لون بعدين حنزل عليها البندورة اللي هي بتجي بالقشر حلو قوي.
طيب بعد كده هتعمل ايه بقى في البتنجان والبطاطس والحاجات دي؟ احنا هنعمل طبقه بطاطس طبعا بعد ما اقلي البتنجان واقلي البطاطس هعمل طبقه بطاطس بعد ما حطينا ملح على البتنجان، طبقه بطاطس بعدين طبقه بتنجان بعدين اللي هو الطبقه دي بعدين طبقه بتنجان بعدين كمان طبقه من دي بعدين شبه البشاميل. شبه البشاميل في بشاميل كمان على الوش. طبعا البشاميل اللي عباره عن حليب وطحين وزبده تحط يعني فيه بيض بحط فيه صفار بيض صفار بس مش البيض الصفار بس بحط له جبنه بارميزان عشان يدي طعم هو ده اخر شيء على على الوش يعني على الوش قبل ما احطه بالفرن. طيب خلينا نرجع لك مره ثانيه ونشوف معاك بقى تكمله المسقعه اليوناني وتكمله السلطه الاوزبكستاني والاطباق المختلفه، لكن هنروح دلوقتي بقى ندى ونشوف اختراعات غيرت العالم. رجعنا للشيف وسيم مره ثانيه وبنستكمل معاك يا شيف. اهلا وسهلا. وصلنا لحد فين؟ احنا خلاص دلوقتي شمينا ريحه البتنجان والبطاطس وهي بتتقلي. خلاص احنا النهارده قال النهارده قال هلا مثلا دلوقتي هي خلاص بس بنحط لها الصفار البيض عشان تديها وش بعد ما ارتاحت، يعني هي لازم ترتاح اهم ديها وش، وبيحطوا لها هنا سمسم على الوش يعني بنحط سمسم بنحط حتى اي حاجه بس ممكن انه تكون تتحمل شويه الحراره يعني زين. ما عندك الفستق مثلا الناعم ما بينفع مثلا يكون فستق خشن، وبنحطها بالفرن خلاص دي خلاص على درجه حراره كم؟ 180 150 حسب الفرن، يعني كل فرن له درجه حراره معينه. بالنسبه عنا عملت البشاميل طبعا كل حاجه جاهزه. بقى التطبيق للمسقعه اليوناني، انا بحب السلطه اليوناني بعزها هي الحاجات اللي المسقعه مش عارفه لسه بقى هنشوف النهارده كده راحه تسنين ناحيه المقلوبه البطاطس المقلية ناقص الرز. هلا انا بعمل القاعده هنا بالنسبه للبطاطس بالنسبه يعني القاعده الاولانيه بتاعتنا اللي حكينا فيها. احنا في مصر بنعمل برضو مسقعه بطاطس وفلفل وبتنجان والكلام ده بطاطس. بس ما بنحطش لحمه. لا مسقعه باللحمه المفرومه موجوده بس يعني المسقعه لما تعملي مسقعه بتعمليها قرديحي يعني. لا مش بحط بطاطس والله تسنين، هو الفلفل يبقى حراق بقى، فلفل وطماطم. احنا فلفل وطماطم وكمان بطاطس وبتنجان تقلوها بره، بنقلي كل حاجه لوحدها وبعدين بتعملي الصلصه وخلطه بيضه خدعيها تصدقي. ايوه خدعيها دي بقى لك ما قلتهاش بالظبط. نحط لنا شويه كده بس عشان احنا من الكلام ده والله عشان القاعدة بتاعتها تكون شوية ماسكة حلها نفسها شوية. نحط شوية من هنا دلوقتي. هنحط اللي هو البتنجان. هتبدأ بقى ترص الشرايح بتاعته. نرص كيف بنحب. أنا حاسة برضو البتنجان والبشاميل واللحمة شبه البشاميل البتنجان بالبشاميل. هو بس في بطاطس اللي هو لما بتعمل صينية البتنجان بالبشاميل حط فيها لحمه مفرومه بيبقى هو مقلي وعليه البشاميل اللي من فوق. نفس فكره المكرونه بس بدل مكرونه بتنجان زي اللازانيا تقريبا يعني كمان برضو. هلا مثلا حطينا دي تمام هنحط طبعا دي عشان بس هتحط بشاميل الاول. بدي شويه احط البشاميل حط منه جزء على اللحمه تعطيها شويه عشان انه تكون ناشفه شويه تروى يعني كده. بقلبها وبعدين هترجع تحطها بقى على ال اقلبها شويه البتنجان على طبقه. تمام ده نص كيلو لحمه. هي الصينيه دي بيبقى مناسب عليها نص كيلو يعني لو اقل حاجه اقل حتى برضو حتى مناسب. لا وساعات بقى لو كده يعني ممكن توزعيها على صينيتين يعني. ايوه انا الصراحه بحب دايما بقى ندى لما اعمل بتنجان بالبشاميل مكرونه بالبشاميل تعملي الثانيه في الفريزر اعمل واحده ثانيه واحطها في الفريزر. دي بقى في يوم كده مزنوقه ما فيش وقت نروح مطلعينها وفتفك وتدخليها الفرن او جنبها حبه سلطه وخلاص على حسب اللي موجود يعني كده. هنوزع هذا هترجع تحط بطاطس ثاني والتنجان. لا مش بطاطس مو تنجان خلاص بكفي مثلا احنا بنوزع البتنجان شويه احنا بس يعني بس الفكره انه وبعدين بشاميل بشاميل يعني مش هي بس كده يعني شويه بتنجان مش ضروري زياده الرص مش مستخدم بتنجان كتير يعني اثنين ثلاثه مظبطين زي البطاطس ده احنا ممكن نحطه ولا انت مش عايز تحط بطاطس على الوش يعني اللي بيحب يحط حطهم حرام بدل ايوه سالوا تسنين بدل ما يفضلوا حطهم يا شيف قبل ما تحط البشاميل حرام ده ثلاث بطاطسيات بدل ما يتربوا يا شيف وسيم. طيب حاضر
لما يبقى المذيعات بقى معاك ستات حضرتك عشان الوقت بتاعكم مش عايز لا ما تقلقش مش عايز اجادل معاكم كتير انا اعمل لكم اللي انتوا عايزينه بتكلم كتير كت لسه والله الاستاذه قايله من 25000 كلمه يعني ها مش معقول ده اقل حاجه حد 70000 كلمه في اليوم يعني خلاص مش هو يعني الراجل 7000 كلمه يعني حاجه كده ولو كده ممكن اقل تمام ايوه كده احنا كده مرضيين حط بقى البشاميل انت الاول قليت الدقيق في السمنه او في الزبده الزبده او الزيت اللي هو الموجود ايوه وبعدين حطيت بقى اللبن اها حطيت الحليب قليت الدقيق وحطيت الحليب وحطيت برضو اللي هو بيضتين بس صفار بس صفار بيضتين مش اكتر يعني كان معاك جبنه انت حاططها معاها ولا دي هتحطها على الوش لا الجبنه هحطها على الوش تحط جبنه على الوش بشاميل احط على طول لازم ابشرها في مصر كنت ما كنتش بحط لا كنت بحط برضو كان هنا بحط رومي وبشرها كانت اساسي في طلبات المكرونه البشاميل ابشرها احطها على تفرق في الطعم جدا ممكن يكون كمان في الخلطه من جوه مع مع المكرونه اللي اسمه ايه ده البشاميل اللحمه المفرومه بالحته البشاميل معاها برضو ومع البشاميل كمان بتدي فرق خطير في الطعم هوزع هذا هنا هنا اهو تمام ندخلها الفرن ندخلها الفرن بس هحط اللي هو الجبنة اللي هي اللي حكينا فيها اللي هي بس لحظة قلت جبنة برمجان ولا جبنة برمزان ايه؟ يعني احنا عشان دايما التوزيع يكون صح دايما احنا نستعمل الاسلوب ده زي الكيكة كده والبسبوسة ايوه زي البسبوسة بس الكيكة مش تهبط لو عملنا فيها كده الخبطة دي لا هي خبطة خفيفة بس كده عشان تسويها من كل الجوانب شوف كده البرمزان منها حيدي لون ومنها حيدي طعم والبرمزان يعني بيدي طعم طيب زي الجبنه الرومي المصري بتاعتكم كده طعمها ايوه هو كده طعم القديمه كيلو جبنه رومي القديمه اللي جديده في كده الحراقه دي ايوه اللي فيها خروم تحفه ايوه بتاعتكم حاول الواحد يوزع كده قد ما بيقدر يعني حاسس انه يعطي خلاص هي كده خلاص تحط دخلها الفرن دخلها الفرن وخلصت صينيه المسقعه اليونان معانا سلطه السلطة جاهزة بس عشان أقدمها بعدين هي حطيت طبعا زيت زيتون عليها آخر شيء عشان تديها زي هي زي الفاصوليا اللي بالزيت تعرفوا الفاصوليا بالزيت اللي بالتوم طيب نفسها بس بدل الفاصوليا حطينا وهي شكلها طلع أصلا شكلها زي الفاصوليا بالزيت الفاصوليا عندهم هنا القدرة بيعملوها بالطريقة دي صحيح مع قطعة طماطم صغيرة طعمها جميل جدا فعلا تبقى مميزة خلاص هنرجع لك تاني يا شيف وسيم ونشوف بقى باقي المنيو انت هتكون مقدمه ازاي بس يلا تسليم نطلع نشوف اسعارنا النهارده الخضار والفاكهه واللحمه رجعنا بقى للشيف وسيم والصينيه طلعت من الفرن الشريك كمان طلع من الفرن والصلصه السلطه الاوزبكستانيه ما شفناش بقيه خطواتها معاك بقى فقول لنا وصلت لحد فين فيها قلينا البصل وقلينا الثوم وقلينا الفلفل الاخضر ممكن يكون حار ممكن يكون عادي في منهم حلوين طلع طيب كتير بعد ما قلينا شويه خليناهم يتقلوا مزبوط بعدين حطينا البندوره يعني تقريبا شغلت 15 دقيقه بنحط البندوره بقشرتها وبنقلبها زي كانه عم نعمل فاصوليا بالزيت وبعدين بنحط زيت زيتون اذا اللي بيحب كمان يقليها بزيت زيتون من البدايه كمان ممكن براحته يعني طيب دي بترجع لك الواحد حلو قوي بالنسبه لل الشريك الحلو الشريك ممكن انك تحطي عليها الفستق بعدين ممكن تحطي معاها من البدايه اللي هو السمسم سمسم او ممكن يعني التزويق ده متروك للذوق بتاع الواحد يعني او عايز يحط ايه تسلم ايدك يا شيف وسيم شرفتنا ويعني الوصفات سهله وعلى قد الايد ربنا يبارك فيك وان شاء الله نشوفك في وصفات جديده وفي ايام جديده ان شاء الله من برنامج بيتنا احلى شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا لك يا ندى تسلم يا تسنيم شكرا ليكي وشكرا موصول لكل مشاهدينا ومتابعينا على حسن وطيب المتابعه سواء كنتوا بتشوفونا من خلال شاشه مكملين الجميله او من خلال كل منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي يا رب الحلقه بكل فقراتها ووصفاتها تكون عجبتكم نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره ودايما معاكم وبيكم بيتنا ومطبخنا احلى